مشاهدينا أهلا بكم مرة أخرى. نبدأ جولتنا في الصحف الدولية من جريدة الموندو الإسبانية، وتحت عنوان السلطة الفلسطينية تتقدم عبر الأردن بطلب لإنهاء الاحتلال في 2016، حيث أشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى أن إسبانيا ستدعم هذا الطلب وستقوم بالترويج له في مجلس الأمن، مشيرة إلى أن إسبانيا تدعم مناقشة أي حلول تفضي إلى حل الدولتين وإدانة الإجراءات الأحادية مثل المستوطنات أو البناء في فلسطين، كونه سيشكل عقبة أمام مفاوضات السلام. أما صحيفة واشنطن بوست فقالت تحت عنوان المجموعة العربية تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كشفت الصحيفة أن رئيس السلطة الفلسطينية اتصل هاتفيا بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري وأبلغه بإدخال تعديلات على الطلب الفلسطيني، وأكد له أنه لن يتراجع عن تقديم هذا الطلب، كما طالب بتصويت عاجل عليه داخل مجلس الأمن مجددا موقفه برفض جميع أشكال الاستيطان خاصة في القدس الشرقية. وتوقعت الصحيفة أن يتم التصويت على الطلب الفلسطيني خلال يومين. من صحيفة نيويورك تايمز نرصد خبرا بعنوان مسؤول عسكري رفيع يقر بفشل البنتاغون في فهم طبيعة داعش، حيث نقلت الصحيفة تسريبات من لقاء سري عقده اللواء مايكل ناغاتا قائد قوات العمليات الخاصة الأمريكية في الشرق الأوسط مع مجموعة من الخبراء، حيث أقر بأن الغرب لا يفهم طبيعة تنظيم داعش، لذا فلن يمكنه هزيمته. وبحسب الصحيفة فإن هذا الإحباط يتشارك فيه العديد من مسؤولي الولايات المتحدة، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي وكبار مساعديه المدنيين والعسكريين يعربون عن ثقة متزايدة في أن القوات العراقية المدعومة من قبل الغارات الجوية الحليفة أضعفت قوة داعش على أرض الواقع وقوضت قاعدة دعم التنظيم في سوريا. في السياق نفسه نرصد خبرا من صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية جاء بعنوان القاعدة تهدد النقل الجوي، حيث قالت الصحيفة إن أجهزة الأمن البريطانية بدأت التحقيق في دعوات أطلقها تنظيم القاعدة لحث الإرهابيين على نصف طائرات تتبع دولا غربية، ومن بينها شركتا طيران بريتش إيرويز وإيزي جيت البريطانيتين، إضافة إلى شركتي إير فرانس الفرنسية وكونتيننتال إيرلاينز. وأكدت الصحيفة أن دعوة تنظيم القاعدة التي تم رصدها حثت على أن الأولوية ستكون استهداف الولايات المتحدة ثم المملكة المتحدة وفرنسا. وإلى صحيفة الجارديان البريطانية لنرصد تقريرا بعنوان مخاوف مشاركة الغرب في إخماد الحرائق في ليبيا، حيث قالت الصحيفة إن الدول الأجنبية ينتابها القلق إزاء نشر طواقم إطفاء حرائق تابعة لها في مكان يعد بمثابة ساحة قتال، حيث أصبح مرفأ السدرة الليبي محور قتال بين الحكومة المعترف بها دوليا وميليشيات فجر ليبيا التي أسست حكومة منافسة خاصة بها في العاصمة طرابلس. وأشارت إلى أن هذا يأتي وسط مخاوف من كارثة تسرب 6 خزانات نفطية موجودة في مرفأ السدرة بمياه البحر المتوسط. نذهب إلى صحيفة الاندبندنت البريطانية وتحت عنوان حرب أفغانستان انتهت لكن المعركة ما زالت مستمرة، إذ قالت الصحيفة أن حركة طالبان طورت أساليب تصنيع العبوات الناسفة والقنابل وبتكلفة أقل بكثير من الأسلحة المتطورة، ولا تزال قوى جامحة في أفغانستان، بينما تظل سلطات الحكومة في المناطق الحدودية ضعيفة للغاية. وأضافت الصحيفة أن إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء المعارك في أفغانستان قد يكون مبنيا على تقدير خاطئ ويجب مراجعته سريعا. ننتقل إلى صحيفة لو فيغارو الفرنسية التي سلطت الضوء على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في تقرير لها بعنوان هل تؤتي العقوبات ثمارها؟ حيث أشارت الصحيفة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي أكد فيها أن استراتيجية العقوبات المفروضة على روسيا لها نتائج إيجابية، وأن صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأت تتأثر. وقالت الصحيفة في هذا الصدد إن تقييم الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بتأثر روسيا بالعقوبات الاقتصادية بالغ في توصيف الوضع داخل روسيا، خاصة أن أغلب الاستطلاعات أظهرت أن بوتين لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، فيما تتصاعد قيمة الروبل وبدأ الاقتصاد الروسي يتعافى. من صحيفة ديرش بيجل الألمانية نرصد تقريرا بعنوان بورشينكو يلتقي بوتين وميركل وأولاند،
علقت الصحيفة على الاجتماعات المقرر إجراؤها الشهر المقبل في إطار البحث عن حلول الأزمة الأوكرانية والحفاظ على الأمن الأوروبي. وقالت الصحيفة إن هذه الاجتماعات التي ستعقد في كازاخستان جاءت تلبية لدعوة الحكومة الألمانية بالعمل على إيجاد مسار سلمي لحل الأزمة وعدم الركون إلى العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا. مشاهدينا، انتهت جولتنا مع الصحافة الدولية. كل الشكر لمتابعتكم وإلى اللقاء.